اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، دور الصفقات الجديده خصوصا انها مش هتبقى موجوده في هذا الدور في البطوله الافريقيه، ولكن على الجانب الاخر مع بدايه الدوري ممكن نشوف كل الصفقات الجديده. دايما لما بيبقى عندك صفقات جديده وجماهير النادي الاهلي شافتها قبل كده في مقابلات احنا لعبنا معاهم في افريقيا ومنهم لعيب جاب فينا جول في المقص حاجه مكسوري. فلما بتبقى شايف لعيب زي ده وتشوفه هيلعب في ضمن صفوفك بيتحرك في المنطقه اللي انت اللي هي اخطر المنطقه اللي هي بتبقى انت ال 11 بيلعبوا او ال 10 بيلعبوا عشان يوصلوا المنطقه دي، وتترجم الحكايه بهدف، تترجم الحكايه بانهاء الهجمه زي ما انت بتتمنى، تترجم الحكايه ان انت بتكسب 1-2 و3-4. فالعوامل الرئيسيه اللعيبه اللي هي الجامده اللي تقدر تخليك عندها حب للتهديف، عندها حب للزياده، عندها حب الاحترافي ان هي تبقى موجوده في فرقه كبيره زي النادي الاهلي، هو ده اللي بيتشوق ليه جماهير النادي الاهلي. ايوه، او كلنا بنتشوق ان احنا يبقى عندنا اعمده رئيسيه في كل خط بيلعب في النادي، من كان من الديفنس ورا لنص الملعب، عايزين 2-3 بلي ميكر، يعني مش قفشه لوحده. عشان ما نقولش هو احنا النهارده هنلعب 4-3-3 ده ما فيش قفشه، يعني هنغير تدويره الملعب كله. فلا، التطلع للعيبه اللي هي بتيجي زياده دي او انت بتشوفها بتقدر تنتقيها وبتبقى عايزها تبقى ضمن المنظومه اللي عندك، هو ده اللي انت بتبحث عنه. هل الكلام ده هينسجم بقى مع النادي الاهلي اللعيبه اللي جايه دي؟ ده من اصعب الاشياء انك انت تخش جوه النادي الاهلي وتقدر تتكيف وتقدر تدي نتيجه، وجماهير النادي الاهلي ما بترحمش، عايزك من اول ما يصفر وانت جوه خلاص تمضي، الموضوع انتهى، تمضي تقول انا بالقلم الحبر كده انا موجود. فهي دي بتبقى صعوبه التواجد يعني.